الممثل المصري الوحيد اللي اتعملت له مجموعة أفلام حملت اسمه أكتر من 15 فيلم في 10 سنين، أسطورة الكوميديا في السينما المصرية إسماعيل ياسين. يعني إحنا نقدر نقول على إسماعيل ياسين بجد إنه نمبر 1. بدأت رحلة إسماعيل ياسين مع السينما سنة 1939 وكان عنده ساعتها 27 سنة، رحلة استمرت 30 سنة منهم، وفي أول 20 سنة عمل أكتر من 200 فيلم سينمائي، وده معدل كبير جدا لأي ممثل. 200 فيلم في 20 سنة يعني 10 أفلام في السنة، وطبعا كل الأفلام دي كانت بتحقق إيرادات مهولة، ده لو ما كانتش أعلى إيرادات، وإلا ما كانش المنتجين جري وراه وأنتجوا له العدد المهول من الأفلام دي. يعني إحنا نقدر نقول على إسماعيل ياسين بجد إنه نمبر 1، ده غير طبعا مسرحياته اللي كان بيعرضها في القاهرة واسكندرية ومحافظات تانية. إسماعيل ياسين هو الممثل المصري الوحيد اللي اتبنى له ديكور مخصوص لفيلم سينما جوه محطة قطر، وهي محطة سكك حديد بناها. في الوقت ده كان إسماعيل ياسين وقته ما بين تصوير فيلم سينمائي الصبح في القاهرة وعرض مسرحي في اسكندرية بالليل، فكان بيصور الصبح في الاستوديوهات في القاهرة وياخد القطر بعد الظهر من القاهرة لإسكندرية علشان يعرض مسرحيته بالليل. منتج الفيلم التاني اللي كان بيصوره إسماعيل في التوقيت ده قرر إنه يبنيله ديكور الفيلم جوه محطة بنها علشان إسماعيل ياسين لما ينزل محطة بنها وهو في طريقه لإسكندرية يصور بعض مشاهد الفيلم. الممثل المصري الوحيد اللي اتعملت له مجموعة أفلام حملت اسمه أكتر من 15 فيلم في 10 سنين، بدأت بفيلمين مغامرات إسماعيل ياسين وعفريتة إسماعيل ياسين سنة 1954، وبعدها بسنة إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة، وبعدها سلسلة طويلة من إسماعيل ياسين في الجيش وفي متحف الشمع وفي البوليس وفي جنينة الحيوانات وفي الأسطول وفي مستشفى المجانين وفي دمشق وفي البوليس الحربي وفي الطيران وفي السجن، وإسماعيل ياسين للبيع وإسماعيل ياسين طرزان. وأعتقد أن مفيش ممثل في العالم من ساعة ما طلعت صناعة السينما لحد دلوقتي عمل مجموعة من الأفلام شالت اسمه زي إسماعيل ياسين. من ألطف الحكايات المرتبطة باسم أسطورة الكوميديا النجم إسماعيل ياسين حكاية مجموعة المنتجين اللي كانوا بينتجوا لإسماعيل ياسين أفلامه في فترة الخمسينات، وكانوا تقريبا 5 أو 6 منتجين. المنتجين دول اجتمعوا في يوم من الأيام مع بعض لوضع حد للزيادة المبالغ فيها في أجر إسماعيل ياسين اللي كان وصل أياميها ل 900 جنيه مصري. الرقم ده في خمسينات القرن الماضي كان رقم ضخم جدا، ومحدش من نجوم السينما المصرية في التوقيت ده كسر الرقم ده إلا النجمة ليلى مراد، كان أجرها 1000 جنيه مصري. ولو عرفنا إن في الوقت ده كان أجعص فيلم سينمائي اللي هو السوبر برودكشن كانت تكلفته لا تتجاوز 2000 جنيه، نقدر نفهم حجم ضخامة أجر إسماعيل ياسين في التوقيت ده. ببساطة لو السوبر برودكشن فيلم دلوقتي ممكن يتكلف 30-40 مليون جنيه، ده معناه ان اجر اسماعيل ياسين تقريبا دلوقتي يساوي حوالي 18-20 مليون جنيه. المهم اجتمع المنتجين مع بعض علشان يضعوا حد للزيادة المبالغ فيها في اجر اسماعيل ياسين، واتفقوا ما بينهم ان هم يتوقفوا تماما عن انتاج اي افلام لاسماعيل ياسين لحد ما ينزل اجره شوية، ومحدش يبعت له اي سيناريوهات او يمضي معاه اي عقد، علشان يعلموه الأدب ويجبروه إنه ينزل أجره شوية. انتهى الاجتماع وكل واحد من المنتجين روح بيته. المثير للضحك بقى إن أول ما كل واحد فيهم روح بيته رفع سماعة التليفون وكلم إسماعيل ياسين علشان يتفق معاه على الفيلم الجديد ويمضي معاه عقده من غير ما الباقي يعرفه. اللي يهلك من الضحك بقى إن إسماعيل ياسين كان وصله خبر هذا الاجتماع أثناء انعقاده، وبعد ما الاجتماع انتهى مباشرة إسماعيل ياسين كان عنده كل تفاصيل المؤامرة اللي حكها ضده المنتجين دول. فما كان من إسماعيل ياسين اللي كان متوقع عدد مكالمات تليفونية بعدد المنتجين اللي تأمروا ضده إلا إنه يوقعهم في شر أعمالهم ويطلع هو الكسبان في الآخر. عمل إيه بقى أسطورة الكوميديا؟ إدى كل واحد فيهم نفس الميعاد في بيته في اليوم التالي بحجة إنه يمضي عقد الفيلم الجديد، وفعلا وفي نفس الميعاد تاني يوم مجموعة المنتجين اللي حاكوا المؤامرة الدنيئة ضد إسماعيل ياسين اتقابلوا كلهم تحت بيته واتكشفوا قدام بعض. الحكاية اللطيفة دي اللي دمها خفيف زي صاحبها وبغض النظر عن خفة دمها إلا إنها بتشاور بصبعها على مشكلة من أهم مشكلات صناعة السينما المصرية اللي عمرها 120 سنة، مشكلة
سطوة النجم وضعف إرادة المنتج اتجاه رغبات النجم بحثاً عن المكسب السريع. وطبعاً مع كامل احترامي وتقديري لأبطال الحكاية وعلى رأسهم النجم الكبير إسماعيل ياسين، ومع كامل احترامي لنجوم كتير في السينما المصرية كان ليهم سطوتهم على المنتج، وبرضه مع احترامي لمنتجين كتير كانت إرادتهم ضعيفة اتجاه سطوة النجم، إلا أنه في رأيي المتواضع المشكلة دي تعتبر من أهم المشكلات اللي واقفة في طريق تطور صناعة السينما المصرية، لأنه ببساطة تضخم أجور النجوم تعني زيادة ميزانية الفيلم السينمائي، مع الوضع في اعتبار العدد المحدود جدا لشاشات السينما الموجودة في مصر. أتمنى إن احنا نحاول نتجنب المشكلة دي في المستقبل القريب. دي كانت حكايتنا النهاردة، أرجو إنها تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. أشوفكم في فيديو جديد من حكايات كلام في السينما.